السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة ان شاء الله. احنا النهاردة يا جماعة موجودين في عقر الخادم في كورنيش العبيد الجديد. احنا طبعا عملنا لكم فيديو وصف للمكان كده، شرح كده سريع، وان شاء الله نعمل لكم فيديوهات تانية كتيرة من المكان. المكان روعة واروع مما يكون. متنسوناش باللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بصوا يا جماعة المكان عامل ازاي؟ ما شاء الله، حاجة كده لوحة فنية من صنع الخالق سبحانه وتعالى. بصوا الجمال، ما شاء الله ما شاء الله. طبعا معايا ابو حنين اخويا الغالي، وهنا جايبين معانا عدة قهوة وحاجات كده، نعمل شوية قهوة، نشرب شوية شاي زردة ونتكل على الله، وقلنا نصور لكم المكان تتفرجوا عليه حكاية. ما شاء الله، ايه رأيكم يا جماعة في المكان؟ تنسوش تقولوا لنا رأيكم في التعليقات علشان نقدر نقدم لكم كل ما هو جديد ومميز. ما شاء الله مكان روعة، وانا دلوقتي هطلع اوريكم من فوق منظره عامل ازاي، حاجة حكاية ما شاء الله. طبعا ده من اجمل الاماكن في الطبيعة موجودة في مطروح. طبعا مطروح مليئة بالاماكن الجميلة اللي زي دي، و صدقوني معانا هتشوفوا كل حاجه ما كنتوش تعرفوها عن مطروح، وفي ناس كانت عارفه المكان وجات اتصورت فيه. بس لسه مطروح فيها اماكن كتيره جدا في الجبل وفي البحر في كل مكان، لسه محتاجه ان يتسلط عليها الضوء وتشوفها. وفي ناس لسه اول مره تشوف الفيديو واول مره تشوف المكان، اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم اذا كنتوا شفتوه قبل كده او ما شفتوش قبل كده. مكان روعه، وتقدر تيجي هنا تستمتع بيه تتفرج عليه. طبعا لو البحر عالي ما تنزلش هنا، لو البحر هادي انزل عادي في الحته دي، بتبقى ما شاء الله عامله زي البسين دي دي. طبعا تعالوا اوريكم المنظر من فوق عامل ازاي، حاجه روعه ان شاء الله هتعجبكم وتستمتعوا بيها باذن الله تعالى. تعالوا بصوا يا جماعه، ما شاء الله المكان هنا طبيعة جميلة من إبداع الخالق سبحانه وتعالى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شايفين يا جماعة المنظر؟ شايفين؟ شايفين جمال المكان؟ في راحة نفسية جميلة في المكان لا توصف. بصوا ما شاء الله سبحانه، بصوا الجمال، بصوا العظمة، سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الجمال يخليك تقعد هنا في المكان وتنسى نفسك خالص. طبعا النهاردة البحر عالي سنة، وزي ما انتم شايفين كده الدنيا عاملة ايه في الموج هنا. طبعا تقدر تيجي تستمتع بالمكان، لو البحر عالي تقدر تستمتع بالرؤية والتصوير وتاخد احلى كام صوره ممكن تاخدهم في محافظه مطروح. مستمتعين يا جماعه معانا ولا لا؟ يا ريت تكونوا مستمتعين معانا. ما شاء الله مكان روعه مش محتاج كلام عليه. الله 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 على الجمال. ابو حنين تحت اهو بيعمل شاي وقهوة. ايه؟ ابدأ. ماشي يا غالي. ابو حنين اهو. ما شاء الله. مكان يا جماعة عظمة عظمة عظمة. أنا لو جيت مطروح وما جيتش المكان هنا بحس إن أنا ناقصني حاجة. هو والمكان اللي فينا كهف اللي فينا حشيش. اللي هو كهف فتح مران، او ما بيقولوا عليه الحته دي اسمها قاره هارون، اما الحته دي اسمها عقر الخادم او وادي الشباك في اول الكورنيش الجديد. ما شاء الله الطبيعه مفيش احلى منها. تقدر تيجي هنا تستمتع، تعمل شاي، تعمل قهوه،
تجيب حاجة معاك تقعد تاكلها في المكان، مكان هادي سبحان الله. يعني لسه ما تلعبش فيه، يعني محدش من البشر تدخل فيه ولعب فيه بحاجة. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، الله الله، قولوا لي يا جماعه ايه احساسكم كده وانتوا قاعدين كده في المكان ده. انا هعمل لكم فيديو تاني هنا من المكان، مش هنتكلم فيه، هنحسسكم بالطبيعه وبس، مش هتكلم في كورس. عشان تستمتعوا بالمكان يبقى فيديو بتكلم فيه وفيديو مش هتكلم فيه، علشان خاطر تقدروا تستمتعوا. طبعا يا جماعه في فيديوهات كتيره على القناه، يا ريت تخشوا تشوفوها. فيديوهات والله يعني بنحاول نقدم لكم محتوى جميل، محتوى مفيد، يعني في شرح تفصيلي لكل الاماكن. واسالونا على اي حاجه هنجاوب عليكم في التعليقات، ونقول لكم اي معلومه تحبوا تعرفوها عن المكان او اي مكان تاني في محافظه مطروح. اتمنى يكون فيديوهاتنا بتعجبكم، وما تنسوناش باللايك والشير وتفعيل زر الجرس. طبعا ابو حنين اسمعني وقاعد بياكل اهو من غيري وبيعمل قهوه. ماشي يا عم ماشي اهو، زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، نيجي نعمل قهوتنا، نعمل الشاي بتاعنا، ناكل لقمه، بس اهم حاجه بنسيب المكان نظيف تاني طبعا، ما بنبهدلش الدنيا طبعا، حاجة ممتازة ما شاء الله. أتمنى يكون زاوية التصوير دي عجبكم، وأتمنى تكون فيديوهاتنا بتعجبكم. ما تنسوناش باللايك والشير وتفعيل زر الجرس، وتدعوا أصدقائكم للقناة علشان نقدر نوصل لكم كل ما هو جديد ومفيد في أي مكان عن مطروح أو خارج مطروح. نسيبكم دقيقة مع البحر وهنقفل معاكم بإذن الله. الله الله، نشوفكم في فيديو جديد من مكان جديد. مع السلامة.